السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. النهاردة إن شاء الله يا ولاد هناخد درس بعنوان أدوات الاستفهام. يبقى عنوان الدرس بتاعنا إيه؟ أدوات الاستفهام. طيب في البداية كده عايزين نعرف مع بعض يعني إيه أصلا أدوات الاستفهام. يعني يا ولاد بمنتهى البساطة خالص، هو سؤال أنا بسأله عن شيء أو عن حاجة وأنا عايز أعرف الإجابة عن السؤال ده. تاني، أدوات الاستفهام بمنتهى البساطة هو أن أنا بعمل سؤال والسؤال ده أنا بستخدمه عشان بسأل عن حاجة أو بسأل عن شيء وأنا محتاج أعرف الإجابة على السؤال ده. طيب أنا عشان أسأل السؤال ده لازم أستخدم له حاجة اسمها أدوات الاستفهام، وأدوات الاستفهام دي هي اللي هتساعدني في أني أعمل السؤال اللي أنا هسأله. طيب يبقى هو عبارة عن إيه؟ هو أسلوب نستخدمه لنسأل عن شيء لا نعرفه باستخدام أدوات خاصة. يبقى أنا بسأل عن حاجة أنا معرفهاش ومحتاج أعرف إجابتها، وعشان أنا أعمل السؤال ده اللي أنا هسأله لازم أستخدم له حاجة اسمها أدوات الاستفهام اللي هي الأدوات الخاصة بتاعته. طب إيه هي بقى الأدوات الخاصة دي؟ تعالي كده نشوف مع بعض. بص كده معايا، الأدوات هي إيه؟ هي ما، ماذا، لماذا، كيف، هل، متى، أين، كم. تاني، ما، ماذا، لماذا، كيف، هل، متى، أين، كم. طيب أنا بستخدمها إزاي الأدوات دي؟ هي دي الأدوات اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، ما، ماذا، لماذا، كيف، هل، دي الأدوات. طب دي أنا بستخدمها إزاي الأدوات دي؟ كل واحدة منهم ليها استخدام. يبقى احنا كده لازم يا اولاد نفهم ولازم نبقى عارفين ان كل واحده منهم ليها استخدام، وكل واحده لازم اعرف هي بتستخدم بستخدمها امتى عشان ما تلخبطش مع واحده تانية. تمام. طيب كل واحده فيهم ليها وقت معين، بس قبل ما نعرف كل واحده فيهم عايزه استخدمها امتى او استخدمها ازاي، عايزه اقول لك على حاجه وافكرك تاني ان انا بستخدم الادوات دي عشان انا بعمل ايه. ها مين هيقول لي؟ بعمل سؤال. برافو. والسؤال بتاعي دوت تمام لازم يكون اوله حاجه اسمها اداه من ادوات الاستفهام اللي احنا قلنا عليها، ما، ماذا، لماذا، كيف، هل، متى، اين، كم. تمام كده. طيب شكل السؤال بتاعي ده بيكون عامل ازاي؟ هي بتبقى جمله عادية خالص، أولها أداة من أدوات الاستفهام وبيكون آخرها علامة اسمها علامة الاستفهام، وده بيكون شكلها. يبقى السؤال بتاعي أوله أداة من أدوات الاستفهام وآخره علامة ها الاستفهام. تمام. يبقى تاني، السؤال بتاعي أوله إيه؟ برافو، أداة الاستفهام وآخره علامة الاستفهام. تاني، السؤال بتاعي أوله إيه؟ أداة الاستفهام. برافو، وآخره علامة الاستفهام. تمام. طيب تيجي بقى نشوف أدوات الاستفهام تاني. ها أدوات الاستفهام، من، من، ما، متى، أين، ماذا، لماذا، كيف، كم، هل. يبقى هي دي أدوات الاستفهام. احنا اتفقنا في الأول خالص ان كل واحدة فيهم ليها استخدام، كل واحدة فيهم ليها وقت معين انا بستخدمها فيه. هنبتدي مع بعض بأول أداة اللي هي من. من دي يا ولاد بسأل بيها عن العاقل، بسأل بيها عن العاقل. طيب يعني ايه عاقل؟ يعني الحاجة اللي عندها عقل. تمام. طيب مين ربنا خلقه عنده عقل؟ يعني مين كده في الدنيا ربنا خلقه تمام عنده عقل؟ شطور، برافو عليك، الإنسان. يبقى الإنسان هي الحاجة الوحيدة اللي عندها عقل. يبقى من بتسأل عن العاقل يعني كأنها بتسأل عن الإنسان. تمام كده، بتسألني عن الشخص. تمام. يبقى من بتسأل عن العاقل، والعاقل اللي هو الشخص أو الإنسان. يبقى من دي بسأل بيها عن مين؟ ها عن العاقل. تمام. والعاقل ده اللي هو زي مين؟ الإنسان. برافو. زي كده يا ولادي هنا لما أقول من الذي أشعل النار، ها من الذي أشعل النار، هيرد علي حد يقول لي أخي، أخي يميس أشعل النار. يبقى أخوك ده مش عاقل؟ عاقل، عنده عقل بيفكر، عنده عقل بيفكر. يبقى هي دي العاقل اللي أنا قصدي عليها. يبقى من بتسأل عن العقل. نيجي السؤال اللي بعديه، من هذا الرجل؟
كأني بقول لك ايه هو الراجل ده مين، يعني هو السؤال بتاعي كأني بقول لك هو الراجل ده مين او الرجل ده مين، فانت هتقول لي مثلا الإجابة بتاعتك هذا الرجل ابي. يبقى لو ركزنا كده في المثال او في اول حاجة احنا خدناها خالص، تمام، اللي انا قلته اهو بيحصل قصادنا. ايه بقى اللي انا قلته؟ قلت ان ادوات الاستفهام هو عبارة عن سؤال، والسؤال دوت انا بستخدم له ادوات الاستفهام. ادوات الاستفهام مكانها في اول الجملة، ولازم اخر الجملة بتاعتي يكون موجود علامة الاستفهام. وادي هو شكل السؤال بتاعي، زي من هذا الرجل، من الذي اشعل النار، اهو أداة الاستفهام في الأول وعلامة الاستفهام في الآخر، وده كده على بعضه السؤال بتاعي. وطالما أنا سألت سؤال فأنت لازم تجاوبني بإجابة، زي ما أنا قلت من هذا الرجل، ها، فأنت رديت عليا وقلت لي إيه، هذا الرجل أبي، دي الإجابة بتاعتك. يبقى إحنا اتفقنا إن من بسأل بيها عن، ها، عايز بسأل بيها عن إيه؟ برافو، بسأل بيها عن العاقل. طيب بص كده انا بجاوب ازاي، ركز كده في السؤال انا هقوله دلوقتي وبص انا بجاوب ازاي. الاول كده امشي معايا كده على السؤال كده بصباعك كده او بعينيك كده، ركز معايا، هنقرا السؤال ده كده مع بعض. من يوجد في الصف، الصف اللي هو الفصل، كأني كده بسألك وبقولك مين الموجود في الفصل، هتقولي يا ميس الموجود المعلمة والطلاب، مظبوط. مين بيكون موجود في الفصل، ها، اللي بتكون قاعد في الفصل مين بيكون قاعد معاك، مش اصحابك يعني، انتوا طلاب، تمام، والمدرسه بتاعتك، مظبوط، ما المدرسه دي هي المعلمه. طيب يعني الموجود في الفصل مين؟ المعلمه والطلاب. طيب هجاوب ازاي؟ بص كده بقى على الاجابه، هقول ايه، في الصف يوجد معلمه وطلاب، او ممكن اقول يوجد في الصف معلمه وطلاب. ما لاحظتش حاجه؟ انا جزء من الاجابه بتاعتي هي جزء من السؤال اللي انا سالته لك، مكتوب قصادك ايه، من يوجد في الصف. انا عملت ايه؟ انا شلت اداه الاستفهام. فين اداه الاستفهام هنا يا ولاد؟ شطار، من انا شلتها، تمام، وشلت علامه الاستفهام. فين علامه الاستفهام؟ مكانها فين؟ برافو، في الاخر، ونزلت الجمله اللي موجوده في النص. يعني الجمله اللي موجوده في النص هي جزء من الاجابه بتاعتي، فقلت يوجد في الصف، اكمل بقى الاجابه من عندي، مين الموجود في الصف؟ المعلمه والطلاب. يبقى هي دي الاجابه بتاعتي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ حذفت اداه الاستفهام، حذفت يعني شلت اداه الاستفهام، تمام، وحذفت علامه الاستفهام، علامه الاستفهام شلتها برضو، ونزلت الاجابه، الاجابه بتاعتي اللي موجوده ما بين اداه الاستفهام وعلامه الاستفهام. يبقى احنا كده اتفقنا خلاص وحفظنا ان اداه الاستفهام مكانها فين، ها، برافو، في اول ايه الجمله، شطار، وعلامه الاستفهام فين، برافو، موجوده فين، في اخر الجمله. طيب انا عشان اجاوب هعمل ايه؟ هشيل اداه الاستفهام واشيل علامه الاستفهام وانزل الايه، الاجابه بتاعتي. طب انا بقى بقولها ازاي؟ احذف اداه الاستفهام واحذف علامه الاستفهام وانزل الاجابه. يلا قول معايا، احذف اداه الاستفهام واحذف علامه الاستفهام وانزل الاجابه. اهو حذفت اداه الاستفهام اللي هي من، وحذفت علامه الاستفهام اللي هي في اخر الجمله، ونزلت الاجابه بتاعتي اللي هي يوجد في الصف معلمه وطلاب، تمام كده. طيب يبقى خدنا ادوات الاستفهام، عرفنا ان هي بتيجي في اول الجمله وهي بتساعدني، هي دورها كلها ان هي بتساعدني، هي بتحبني فبتساعدني. بتساعدني في ايه؟ في ان انا اعمل سؤال، والسؤال دوت لازم انا اكون يكون ليه اجابه وتملي. انا طالما بسال عن حاجه يبقى انا لازم اعرف الاجابه بتاعتها. طب مكان ادوات الاستفهام دي فين؟ في اول الجمله. وعلامه الاستفهام مكانها فين؟ ها قول لي بقى مكانها فين علامة الاستفهام؟ برافو، في آخر الجملة. طيب أنا لما أجي أجاوب هجاوب إزاي؟ هحذف أداة شطار وأحذف علامة برافو وأنزل الإجابة. يبقى أحذف أداة الاستفهام وأحذف علامة الاستفهام وأنزل الإجابة، تمام كده؟ تمام، نرجع تاني للأدوات بتاعتنا. يبقى احنا خدنا كده أول أداة من للعاقل، قول ورايا من للعاقل، أخدنا إيه؟ من للعاقل، برافو. طيب ناخد بقى الأداة اللي بعد من. بعد من يا ولاد زي ما احنا شايفين عندي ما وما
وماذا؟ ما وماذا؟ ما وماذا دول يا ولاد بيحبوا بعض قوي، اتنين اخوات الاتنين بيسألوا على نفس السؤال. طيب بيسألوا عن أي سؤال؟ عن عاقل برضو؟ لا، احنا اتفقنا ان من هي الوحيدة اللي مسموح لها انها تسأل عن الحاجة العاقل. طيب ما وماذا؟ ما وماذا دول اخوات بيحبوا يسألوا عن الحاجة الغير عاقل. يبقى ما وماذا لغير العاقل، ما وماذا ها لغير العاقل. شطار تاني، ما وماذا لغير العاقل. ما وماذا بيحب يسألوا عن الحاجة اللي ملهاش عقل. يبقى يعني ايه غير عاقل؟ يعني ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش عقل، ما عندوش عقل. طيب زي ايه؟ زي هنا لما اقولك ما لون هذا العصفور، ها مين يقول لي لون العصفور ايه؟ قولي اي لون. ها شطورة، في بنوتة قالت لي اصفر. طيب هو اللون الاصفر ده عنده عقل؟ يلا بص كده اللون الاصفر، ها بيفكر؟ لو انت كلمته هيرد عليك؟ بيلعب معك؟ لا ما بيتحركش، ده لون حاجة ما بتحركش، ما عندهاش عقل. فطالما ما عندهاش عقل يبقى غير عاقل. يبقى ما بتسأل عن الحاجة اللي ايه؟ ما عندهاش عقل. طيب بص كده على جنبها، لما اقول ماذا رسمت في المدرسة، او ماذا رسمت في المدرسة، رسمت ايه في المدرسة؟ ها اي حد بقى يقول لي اي حاجة، يلا جاوبني كده، قول لي اي اجابة، ما انا هو بسألك سؤال، بقول لك ماذا رسمت في المدرسة، رسمت ايه؟ شطور برافو عليك، ماشي. في ولد اهو امور قال لي رسمت ورده يا ميس، ورده، رسمت شجره، رسمت اي حاجه. الرسمه اللي انت رسمتها دي عندها عقل؟ ها يلا قولي، عايز اسمع صوتك، مستمعاكوا خالص، نايمين. ها لا برافو، ما فيهاش عقل. الشجره ما عندهاش عقل، الورده ما عندهاش عقل. طالما هي ما عندهاش عقل يبقى هي غير ايه؟ غير عاقل. يبقى انا بسال عن ما وماذا، بسأل بيهم عن الحاجة الغير عاقل. يعني ايه؟ يعني ما عندهاش عقل. طب بص كده معايا بقى في السؤال ده، ما لون السماء؟ ها بسألك عن لون السماء، بقولك يا لون السماء ايه؟ ما لون السماء؟ لون السماء ها ازرق. طيب نرجع كده نفكر بعض، هو انا جاوبت ازاي؟ ها يلا شيل معايا اداة الاستفهام، يبقى احذف اداة الاستفهام واحذف علامة الاستفهام وانزل الايه؟ ها الاجابة يا شطار، يبقى لون السماء ازرق. السؤال اللي بعده، ماذا تتعلم؟ اهو ماذا تتعلم؟ احنا قلنا فين اداه الاستفهام؟ يلا بقى من هنا من السؤال ده يطلع اداه الاستفهام، فين اداه الاستفهام؟ ها مكانها في الاخر ولا في الاول ولا في النص ولا فين؟ برافو، في الاول، اللي هي مين؟ ماذا. وقلنا ماذا دي بتسال عن الايه؟ عن الغير العاقل، تمام. طب وفين علامه الاستفهام؟ فين مكانها؟ برافو، في اخر الجمله، تمام. طب السؤال بتاعي بيقول لي ايه بقى كله على بعضه؟ ماذا تتعلم؟ انت بتتعلم ايه؟ انا بسالك اهو، هو انت بتتعلم ايه؟ هقول اتعلم اللغه العربيه. طيب هي اللغه العربيه دي عندها عقل؟ الماده اللي انت بتدرسها دي عندها عقل؟ ما عندهاش عقل. يبقى ما او ماذا لغير العاقل، ما او ماذا لغير العاقل. نشوف الاداه اللي بعدها، الاداه دي انا بحبها قوي، اسمها متى. بتسالني عن الوقت، جميلة خالص وسهلة جدا. بتحب تسألني عن الوقت وعن الزمن، زي مثلا لما أقول إيه؟ متى تكتب واجباتك المدرسية؟ كأني بقول لك إيه؟ هو أنت بتعمل الواجب بتاعك إمتى؟ أو أنت بتعمل الواجب بتاعك في أي وقت؟ ففي حد هيقول لي يميس أنا بعمله أول ما بروح، وفي حد هيقول لي يميس أنا بعمله بالليل. طيب اللي أنت بتقوله لي ده بالليل، ما هو بالليل ده وقت، عشان كده أنا بسأل بمتى. تعالك يا بقى إيه، بص كده معايا على السؤال ده، متى ذهبت إلى المدرسة؟ يعني أنت رحت المدرسة إمتى؟ أو بتروح المدرسة إمتى؟ ها هترد علي بقى الإجابة هتبقى إيه؟ ذهبت إلى المدرسة صباحا. يبقى صباحا دي هو الوقت اللي أنا بسألك عليه، صباحا دي هو الوقت اللي أنا عايزة أعرف إجابته من السؤال بتاعي، تمام؟ يبقى صباحا الوقت اللي أنا سألتك عنه، يبقى متى دي للإيه؟
للوقت. تاني، متى دي للإيه؟ للوقت. شطار. السؤال اللي بعده، متى ذهب سليمان إلى مصنع والده؟ عندي ولد اسمه سليمان، أنا عايزة أعرف هو راح بمصنع بابا إمتى؟ بص كده معايا الإجابة، ذهب سليمان إلى مصنع والده الساعة الواحدة ظهرا. بص كده معايا تاني في الإجابة، ذهب سليمان إلى مصنع والده الساعة الواحدة ظهرا. يبقى ظهرا دي أو الواحدة ظهرا هي الإجابة أو هو الوقت اللي أنا بسألك عليه السؤال، بقول لك متى. يبقى أنت أول ما تسمع كلمة متى دي أعرف أنا بسألك عن وقت على طول، يبقى متى دي للإيه؟ للوقت. تمام، يبقى احنا خدنا اول حاجه من للعاقل، ما او ماذا الغير العاقل، ومتى للايه؟ متى للوقت. طيب نشوف الاداه اللي بعدها، عندي اين. اين دي برضو من الادوات السهله خالص، اول ما تسمع كلمه اين اعرف ان انا بسالك عن مكان. زي مثلا لما اقول اين تضع كتبك المدرسيه، كأني بقول لك ايه، هو انت بتحط الكتب بتاعت المدرسة فين؟ هتقول لي مثلا في الحقيبة، يبقى الحقيبة اللي هي الشنطة ده المكان اللي انت بتحط فيه الكتب. تمام كده؟ تمام. طب يلا كده بص معايا بقى السؤال، اين تلعب كرة القدم؟ ها يلا من شاطر بقى هيقول لي، يلا اشتغل كده معايا، ها يلا الولاد بقى هم اللي يردوا عليا، هم اللي بيلعبوا الكورة، مش انتوا كلكم بتلعبوا كرة القدم وبتحبوها؟ يبقى تمام، يلا قول لي اين تلعب كرة القدم. ها سمع واحد بيقول لي في المنزل، شاطر، اهو المنزل مكان. واحد تاني بيقول لي ها في النادي، برافو النادي مكان. في واحد بيقول لي في المدرسة، شطور المدرسة مكان. وفي واحد بيقول لي في الملعب، وبرضو الملعب مكان. يبقى الإجابة بتاعتي ألعب كرة القدم في الملعب، ألعب كرة القدم في الملعب. يبقى الملعب ده هو المكان اللي أنا بسألك عليه. السؤال اللي بعده، أين تسكن؟ ها أين تسكن؟ بسألك عن مكان، طالما لقيت أين يبقى أنا بسألك عن إيه؟ عن مكان. أين تسكن؟ هتقول لي أسكن فيه، وتقول لي بقى المكان اللي أنت بتسكن فيه. يبقى أين دي للإيه؟ للمكان. سهلة كده؟ في أي حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ تمام. نيجي للأداة اللي بعدها، ودي أداة أنا بحبها جدا، اسمها لماذا. لماذا أولها لام، لماذا، اوعى تتلخبط ما بينها وبين ماذا. ماذا دي أخت ما، ما وماذا، وعشان تعلمها كده وما تنسهاش أو ما تتلخبطش ما بينها وبين أي حاجة، ما أولها إيه؟ حرف الميم، وماذا أولها حرف الميم. يبقى ما وماذا الاثنين مالهم؟ اخوات. طب انا عرفت ازاي ان هم اخوات؟ عشان الاثنين اولهم حرف الميم. يبقى ما وماذا اللي اولهم حرف الميم دول اللي بيسالوني عن الغير العاقل، عن الحاجه الغير عاقل. لكن بقى لماذا اولها لام، دي بقى انا بحب اقول عليها هي اداه من ادوات الاستفهام الحشريه. يعني ايه حشريه؟ يعني بتحب تعرف كل حاجه، تحب تعرف السبب. عشان كده بنقول ان لماذا بتسأل عن السبب. يبقى لماذا مالها؟ بتسأل عن ايه؟ عن السبب. يعني ايه عن السبب؟ يعني بتحب تعرف كل حاجة واي حاجة. طيب زي كده لما اقول ايه، لماذا تشرب الحليب كل صباح؟ انت بتشرب ليه لبن كل يوم الصبح؟ هنا بقى لماذا هي عايزة تعرف السبب. عشان كده انا حبيت اقول عليها، يعني قلت عليها ان هي ايه، بتحب تعرف السبب، عشان هي ايه، حشرية، بتحب تعرف كل حاجة، حتى عايزة تعرف انت بتحب تشرب اللبن كل يوم الصبح ليه. تمام كده، يبقى لماذا بسأل بيها عن السبب. تاني، لماذا بسأل بيها عن الايه، عن السبب. بص كده معايا في السؤال ده، لماذا تتعلم اللغة العربية؟ ها لماذا؟ عايزة تعرف السبب، عايزة تعرف كل حاجة. هقول لها ايه؟ اتعلم اللغة العربية. ها هتعلم ليه؟ مين شاطر يقول لي هو انا ليه بتعلم اللغة العربية؟ مش عشان تقرأ وتكتب؟ عشان تعرف تقرأ وعشان تعرف تكتب اي حاجة، صح؟ تمام، يبقى هقول ايه؟ لكي اعرف القراءة والكتابة. يبقى السؤال بتاعي لماذا تتعلم اللغة العربية؟ فين أداة الاستفهام هنا؟ ها
برافو، لماذا؟ وقلنا لماذا دي بسأل بيها عن الايه؟ عن السبب، عشان هي بتحب تعرف كل حاجة. وفين علامة الاستفهام؟ اوعى تنسى علامة الاستفهام، لازم تبقى موجودة في الجملة بتاعتك، او لازم بمعنى اصح تكون موجودة في السؤال بتاعك. فين علامة الاستفهام؟ ها؟ برافو، في اخر الجملة. طيب هو هنا سألني سؤال محتاج اجابة، لماذا تتعلم اللغة العربية؟ انت بتتعلم اللغة العربية ليه؟ ها؟ هقول له بقى الاجابة بتاعتي، لكي اعرف القراءة والكتابة. السؤال اللي بعده، لماذا تذهب الى المدرسة؟ ها؟ بتروح للمدرسة. فين آلة الاستفهام في السؤال ده؟ برافو شطور، لماذا؟ وفين علامة الاستفهام؟ برافو شطور. طب فين مكانها علامة الاستفهام، في أول الجملة ولا في الآخر؟ برافو، في آخر الجملة، تمام. طيب أنا هنا سألت سؤال، لماذا تذهب إلى المدرسة؟ مين شاطر يقول لي لماذا دي بسأل بيها عن الإيه؟ عن الحاجة العقل؟ شطورة، برافو عليكي. لأ، قالت لي لأ، سامعينها؟ قالت لي لأ يا ميس، العاقل بسأل عليه بمن؟ طيب بسأل عن حاجة غير عاقل؟ قالت لي لأ يا ميس. ها؟ مين هيقول لي لأ ومين هيقول لي آه؟ مين موافقني؟ لماذا بسأل عن الحاجة غير العاقل؟ شطور، برافو عليك. قال لي لأ يا ميس، لماذا ما بتسألش عن الحاجة الغير العاقل؟ اللي بيسأل عن الغير العاقل، الحاجة اللي ما عندهاش عقل، اللي هي ما وماذا. طيب لماذا ما بتسأل عن الإيه؟ عن السبب. طيب أنا هنا عايز أعرف السبب اللي بيخليني أروح المدرسة، أهو ده معنى السؤال، لماذا تذهب إلى المدرسة؟ هيبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ لكي أتعلم اللغات والحساب. تمام كده؟ تمام. نشوف الأداة اللي بعدها. الأداة اللي بعدها، كيف وكيف دي يا أولاد بتسأل عن الحال. الحال أو الوسيلة، الوسيلة الحاجة أنت بتستخدمها، والحال كأني بسأل عن حاجة تخصك، زي مثلا لما أقول كيف حالك، يعني كأني بقول لك أنت عامل إيه، فترد علي تقول لي إيه؟ الحمد لله. أنا بقى هقولها إزاي مع كيف؟ هقول لك إيه؟ كيف حالك؟ فالإجابة بتاعتي هتكون الحمد لله. السؤال اللي بعده، كيف تأتي إلى المدرسة كل صباح؟ زي كده كأني بقول لك إيه؟ هو أنت بتيجي المدرسة إزاي؟ هتقول لي يا ميس بالسيارة، صح كده؟ أو بالباص، مظبوط؟ أو مع أمي، مظبوط؟ يبقى أنا هنا بسألك عن الحاجة اللي أنت استخدمتها وأنت جاي المدرسة. بص بقى هنا كده على الإجابة، هتبقى إيه؟ بالسيارة، يعني أنت بتيجي المدرسة بالإيه؟ بالسيارة. يبقى كيف بسأل بيها عن الحال وعن الوسيلة، تمام كده؟ عندي بعد كده، هل يا ولاد دي بتسأل عن السؤال اللي إجابته بآه أو لأ؟ سهلة خالص. تاني، هل بتسأل عن السؤال اللي إجابته بآه أو لأ؟ آه دي اسمها نعم، اسمها نعم، ولأ اللي هي لا. يبقى هل بتسأل عن السؤال اللي أنا موافقة عليه فهقول نعم، أو أنا رافضاه فهقول لا، تمام؟ زي مثلا لما أقول هنا هل ذهبت إلى المدرسة، فهيرد علي حد ويقول لي نعم ذهبت إلى المدرسة، أهو يبقى الإجابة بتاعته كانت أولها إيه؟ نعم. طب أنا قلت نعم ليه؟ عشان سألت سؤال هيكون إجابته بآه أو لأ، نعم أو لا. طب بص كده على السؤال اللي بعديه، هل أكلت وجبة الفطور اليوم؟ ها يلا عايزة حد يجاوبني، أهو في حد بيقول لي نعم، برافو، وفي حد هنا بيقول لي إيه؟ لا، زي هنا في الإجابة عندي، لا لم أكل وجبة الفطور اليوم. يبقى هل بتسألني السؤال اللي تملي إجابته حاجتين، يا آه يا لأ. طب آه دي في اللغة العربية أو في العربي اسمها نعم، ولأ هي لا، تمام كده؟ يبقى هل للسؤال اللي إجابته نعم أو لا. نيجي الأداة اللي بعدها يا ولاد، اسمها كم. كم دي بقى عسولة خالص وجميلة وكلكم بتستخدموها. كم دي للعدد، كم دي أنا بستخدمها للعدد، يعني أنا بسألك على عدد معين، وأنا عشان أسألك على العدد المعين ده لازم أقول لك كم. زي هنا لما أقول كم كتابا قرأت اليوم،
في واحد هيقول لي 2، في واحد هيقول لي 3، في واحد هيقول لي 5. طب ما هو 2 و3 و5 ده عدد، مظبوط؟ يبقى مين اللي بيسأل عن العدد؟ ها شطار، كم. يبقى كم بتسأل عن العدد. زي هنا لما اقول كم عمرك، ها يلا كل واحد يقول لي عمره. عمره يعني انت عندك كم سنة. تمام، بص بقى هنا عندي في الإجابة هنا عمري 7 سنوات، أنا عندي 7 سنين. تمام، يبقى أنا هو سألتك عن العدد عمرك، تمام، وانت قلت لي 7، 7 ده عدد. السؤال اللي بعده، كم عدد إخوتك؟ كم عدد إخوتك؟ ها عددهم قد إيه؟ في اللي هيقول لي 1، في اللي هيقول لي 2، في اللي هيقول لي 3. بص هنا بقى عندي في الإجابة عدد إخوتي هو 3، يعني أنا عندي يميس 3 إخوات. يبقى كم بتسأل عن الإيه؟ شطار، عن العدد. ما نسهاش لأنها سهلة جدا جدا ومن الأدوات السهلة خالص والمميزة، محدش بيتلخبط فيها. يبقى كم بتسأل عن العدد. كده يا ولاد أدوات الاستفهام خلصت. يبقى إحنا أخدنا إيه النهاردة؟ أخدنا أدوات الاستفهام. يعني إيه أدوات الاستفهام كده بالراحة؟ يعني هي أدوات أنا بستخدمها عشان أعمل سؤال، تمام كده؟ طيب أدوات الاستفهام دي مكانها فين؟ على طول على طول مكانها، على طول، ما بتحبش تغيره. تملي قاعدة كده وموجودة في أول الجملة. طب والسؤال بتاعي ده لازم يكون آخره حاجة كده على طول، لازم تفضل قاعدة وموجودة في آخر الجملة، اسمها علامة الاستفهام. وطالما أنا سألت سؤال هيبقى عايز مني إجابة وعايزني أجاوب على السؤال ده. طيب آدي أدوات الاستفهام. يبقى احنا عرفنا أدوات الاستفهام إيه هي، وعرفنا كل واحدة فيهم أنا بستخدمها إزاي. تعال بقى مع بعض نفتكر كده بسرعة أدوات الاستفهام. قول كده ورايا، أين للمكان، متى للزمان، من العاقل، ما أو ماذا الغير العاقل، لماذا عن السبب، كيف الحال، كم للعدد، هل للسؤال. يلا قول ورايا، أين للمكان، مش سامعة لصوتك، متى للزمان، من للعاقل، ما أو ماذا الغير العاقل، لماذا عن السبب، كيف الحال، كم للعدد، هل للسؤال. دي أدوات الاستفهام يا ولاد اللي احنا خدناها النهاردة. تعال بقى نطبق مع بعض على تمرين بسيط خالص سهل، ونشوف نطبق ازاي على أدوات الاستفهام. بيقول لي تدريبات ومديني اختيارات، والاختيارات كلها من أدوات الاستفهام، وعايزني أنا أشوف أداة الاستفهام المناسبة وأنزلها في الإجابة بتاعتي وأحطها في الأسئلة اللي هو مديها لي. سؤال رقم 1، الأول تعال نقرأ الاختيارات مع بعض. الاختيارات عندي ما، من، متى، أين، كم. إحنا قلنا ما أدري الإيه، ها ما أو ماذا الغير عاقل، شطار، يبقى ما دي الغير العاقل، الحاجة اللي ما عندهاش عقل. اللي بعدها من، من دي للإيه، برافو، من دي للعاقل. متى، ها للوقت. أين، ها أين دي بسأل بيها عن إيه، عن المكان، شطار. وكم، كم للعدد، شطار جدا، كلكم جمال جدا وكلكم فهمتوا كل حاجة إن شاء الله. تمام، بص كده معايا على السؤال رقم 1، بيقول لي فاذا بجائزة قيمة. فاز بجائزة قيمة. هو مين اللي هيفوز بحاجة أو هيفوز بهدية؟ حد عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ ها برافو، حد عنده عقل. طيب مين بقى اللي بسأل بيه عن الحاجة؟ العاقل. ها دور كده بعينك معايا، ها افتكر، شطورة، برافو عليكي، أنا سمعاكي، أنت شطورة خالص. من، يبقى أنا هكتب هنا في أول الإجابة عندي من، يبقى من دي بجاوب بيها، بسأل بيها السؤال عن الحاجة العاقل. يبقى السؤال بتاعي كده على بعضه هيبقى عامل إزاي؟ أقرأ كده بقى على بعضه. من فاز بجائزة قيمة، تمام كده. السؤال رقم 2، استيقظت اليوم. أنا هنا بسألك عن الوقت اللي أنت صحيت فيه، استيقظت، كأني بقولك أنت صحيت إمتى، فأنا هنا عايز أعرف الوقت. مين بقى الأداة اللي بستخدمها في الوقت؟
شطار، متى؟ فهتبقى ايه؟ متى استيقظت اليوم؟ السؤال اللي بعده، ذهب احمد بالامس. انا هنا بسأل عن احمد، عن المكان اللي راحه بالامس. بالامس يعني امبارح، كأن كده حد بيسألك هو احمد راح فين امبارح. طالما بقى بسأل عن مكان، مين اللي بستخدمه وانا بسأل عن المكان؟ شطار، اين. يبقى السؤال بتاعي كده كله بيقول ايه؟ اين ذهب احمد بالامس. السؤال اللي بعده، ثمن الكعكة. ثمن الكعكة، الكعكة يعني الكيكة. بسألك هي بكام؟ ثمن الكعكة، بسألك عن ثمنها. ها، والثمن ده أو سعرها ده بيكون عدد. في إيه اللي بيسألني عن العدد؟ برافو شطور، كم. يبقى السؤال بتاعي، كم ثمن الكعكة؟ آخر سؤال، لون علم مصر. ها، هو اللون بتاع علم مصر ده عاقل ولا غير عاقل؟ برافو، غير عاقل. طب انا اساسا كنت بسأل عن الحاجة الغير العاقل بإيه؟ بما او ماذا. شطار. طب انا هنا عندي ما ولا ماذا في الاختيارات؟ ما عنديش غير ما، وهي اخر حاجة متبقية عندي في الاختيارات، فانا هنزلها في الإجابة عندي، فهتبقى ما لون علم مصر. كده يا ولاد يكون ادوات الاستفهام خلصت، يا رب يكونوا استفدتوا. الدرس خفيف وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص، نطبق عليه كويس في البوكلت، وان شاء الله هيبقى سهل وبسيط معانا. يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.